أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق
بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا وهو السميع العليم صدق الله.